من المصيرة سينضم إلينا السيد نظير مجلي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. نتنياهو للمرة السادسة يتولى رئاسة الوزراء في إسرائيل، فأصبح خبيرا بأمر هذه الممارسات. هل يفعل ما يفعل عن علم؟ مساء الخير لك وللإخوة المشاهدين والمشاهدات. نتنياهو اليوم هو مختلف عن نتنياهو السابق. نتنياهو اليوم أصبح أسيرا بأيدي المتطرفين في إسرائيل، ويقود عملية انقلاب تحدث شرخا كبيرا في المجتمع الإسرائيلي، تجعله يصطدم مباشرة ووجها إلى وجه مع الدولة العميقة في إسرائيل. هذه الدولة العميقة هي التي تنظم المظاهرات بشكل أسبوعي للأسبوع 18 على التوالي ضده، وبمشاركة حوالي 350 ألف مشارك. هو يعيش وضعا غير عادي، هو يفقد الشعبية أكثر من أي وقت في الماضي. يعني اليوم كل الاستطلاعات تقول أنه إذا ذهب إلى الانتخابات سوف يخسر ربع قوته، وطبعا سيخسر الحكم. ولذلك هو ليس إراديا في عمله ونشاطاته. بالمقابل يوجد الجيش الإسرائيلي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من عملية الاحتجاج على خطة الانقلاب على الحكم وإضعاف القضاء. هذا الجيش يواجه انتقادات شديدة من اليمين المتطرف لأنه يشارك في هذه العملية، ومن نتنياهو أيضا. وفي الأوضاع التي تعيشها إسرائيل اليوم هنالك من يشعر أن إسرائيل أصبحت ضعيفة خصوصا في المحور الإيراني، يحاولون أن يقدموا على عمليات عسكرية للمقاومة، وطبعا الشعب الفلسطيني يعاني الأمرين من الاحتلال وجرائمه، ولذلك من الطبيعي أن يفكر كيف يرد، لكن في بعض الأحيان يرد لمصلحة هذه القوى الإسرائيلية التي تريد أن تستفرد بالحكم وتحدث هذا الانقلاب. والجيش يحاول أن يثبت أنه قوي، ولذلك يقدم على هذه العمليات ويحاول أن تكون محدودة، لكنه يعرف أنها من الممكن أن تفرط المسبحة وينجر إلى حرب أوسع. هو لا يريدها، هم لا يريدونها في الطرف الفلسطيني أيضا. ونتنياهو في الوسط يحاول أن يستفيد من هذا الموضوع، لعل حربا تجعل المحتجين يجلسون في البيت ولا يخرجون إلى التظاهرات.